قام فريق مبادرة ليستغفر النبات لهم بزراعة 1000 شجرة زيتون في مقبرة بلدة أم جوزه في السلط، وشارك متطوعون وعدد من أبناء البلدة مع فريق المبادرة في زراعة الأشجار وتنظيف المقبرة. أحد المشاركين في المبادرة قال لرؤية إن متبرعا من مدينة السلط تبرع بتشجير المقبرة بأشجار الزيتون ليستفيد الفقراء والأيتام مستقبلا من ثمارها وزيتها.